زمان احنا اول شيء انا من خريجين المدارس وغير كثير يعني من اللي مثلوا المملكة في مختلف الألعاب. ما في شك احنا لما نشوف مثلا انا خليني ارجع الى زمان لما نشوف مثلا ان الوزارة والمدرسة نفسها مهتمة بالرياضة احنا يعطونا دافع اكثر. المشكلة انه في الفترة الاخيرة السنوات الاخيرة ما قل الاهتمام بالرياضة بالنسبة للمدارس. الان رجعت الوضع الصحيح مع الهيئة الرياضة بالتعاون مع هيئة الرياضة ان شاء الله باذن الله بعد فترة حتشوف زي ما شاهدنا اليوم الصغار حتشوفهم بعد سنوات ان شاء الله اللي مسجل في نادي واللي حتى لو كان في لعبة فردية يعني. طيب ابو عبد الله هل توافقني الراي انه فعلا صار عندنا في السنوات الخمس الأخيرة قلة في المواهب؟ وإذا توافقني الرأي هل السبب فيه فعلا مثل ما قلت أنت في إجابتك الأولى عدم الاهتمام بالمدارس؟ هو ما في شك طبعا السنوات الخمس السنوات الأخيرة يعني ما شفنا الموهبة حقيقية طالعة من المدارس. يعني أوكي يعني تحصل مثلا في لعيبة لها سنين طويلة لكن إنها ما أخذت فرصتها وفي بعضهم يبطلوا كورة وهم ما أخذوا الفرصة. لكن دور المدارس اهتمام الناس اهتمام الدولة واهتمام الوزارة واهتمام الهيئة أنا أتصور يعني بعد خمس سنين بعد عشر سنين حتطلع جيل حنتذكر نقول الافتتاحية اللي كانت في مدارس ثانوية عرقة. حلو بس أبو عبد الله الملاحظ أنه الجيل الجديد صار يهتم بالبلاي ستيشن السوشيال ميديا مش مركز مش الجيل الجديد الرياضة أصبحت يعني الفترة الأخيرة للأسف أنها كانت تعتمد على تويتر. التقصير وين صار أبو عبد الله؟ التقصير لا بد أن الرياضة يكون في ناس يعني معاصرينها مزورين شربين اللعبة. يعني ممكن أنا تجي تعطيني مثلا اقتراح أوكي اقتراح جميل وهذا كثير هذا اللي حصل لكن هل هي في واقع الأرض تنفع؟ ما ينفع. فالكرة القدم أو كل كرة القدم وكرة السلة وجميع الألعاب لابد اللي يقرر فيها صاحب الصناعة. أبرز الجيل أبو عبد الله اللي تخرج من المدرسة؟ ما أتذكر. لا كنت فيه مصابيح فهد عبد الواحد.